عملاق البحار حاملة السفن بلو مارلين. للتعرف أكثر عليها تابع هذا الفيديو، ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تعد حاملة السفن الهولندية بلو مارلين من أكبر السفن في العالم، وتعمل بطريقة مذهلة. السفينة الشبه الغاطسة تتميز بسطحها المنخفض وطولها الذي يسمح للسفن والمنصات النفطية بأن تطفو فوق سطحها. حاملة السفن بلو مارلين يبلغ طولها 217 مترا ووزنها 60,000 طن، وتتسع لأكثر من 55 شخصا. ويمكن لبلو مارلين أن تحمل 12 سفينة نقل. تم تصميمها لكي تحمل الحمولات التي يبدو أنها مستحيلة على ظهرها وتطوف بها العالم، مثل القطع البحرية الضخمة والرافعات وحاملات الطائرات. ومن المذهل في سفينة بلو مارلين هو أنه بإمكانها حمل منصة بترول كاملة دون الحاجة لتقسيمها. حقا هذه السفينة يمكنها حمل أي شيء. هذه السفينة الهولندية تعمل بطريقة لا تصدق، حيث أنها تغرق نفسها حتى تستطيع السفن الضخمة وحاملات البترول أن تصعد على ظهرها، ثم ترتفع من غطسها إلى أعلى الماء. وهي تستطيع كذلك حمل الرادار البحري الأمريكي المصمم ليعمل في أعالي البحار في ظروف مناخية صعبة، والإبحار به بمنتهى السلاسة رغم ضخامة حجمه. وتسير هذه السفينة لمسافة 29,000 ميل بسرعة قصوى تصل إلى 17 ميلا في الساعة. استأجرت البحرية الأمريكية الناقلة بلو مارلين لتحريك المدمرة يونايتد ستيت كول باك إلى الولايات المتحدة بعد تعرض المدمرة لأضرار في هجوم انتحاري أثناء رسوها في ميناء عدن باليمن.